وللمزيد حول موضوع تسوية أوضاع سوريين عالقين على الحدود مع الجزائر معنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري. تحية طيبة لك أستاذ إدريس قصوري. أهلا وسهلا. شكرا. إذن دكتور مرحبا، بداية كيف تقرؤون هذا القرار وتوقيته بالذات؟ كما قلتم هذه مبادرة إنسانية جليلة في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام العشر الأواخر الجليلة، وكذلك في أفق العيد المبارك، وكذلك تزامنا مع اليوم العالمي للجوء الذي هو هذا اليوم 20 يونيو، وهي تؤكد كذلك المجهود على المستوى هذا على المستوى العقدي والمستوى الإنساني والعاطفي. على المستوى السياسي الدبلوماسي الأممي تؤكد انفتاح المغرب وجهوده التي تدعم الجهود فاعليته في الأمم المتحدة وتتفاعل بشكل إيجابي مع كل مبادرات الأمم المتحدة ومع نداءاتها ومع المؤسسات الموازية للأمم المتحدة بما فيها مفوضية السامية المكلفة بشؤون اللاجئين، وبالتالي تيسير عمل هذه المفوضية ودعم وتشجيع جهودها للأحسن، رغم أنه ليس هناك ما يلزم المغرب في اتفاقية جنيف 1951 ما يقوم بهذه المبادرة على المستوى السياسي، لأن هؤلاء السوريين هم آتون من بلدنا اليوم وافدين من بلد مباشر ليس من بلدهم المباشر وإنما من بلد آخر أوضاعه مستقرة، فليس هناك ما يلزم المغرب باحتضانهم والتفات إليهم، ولكن نظرا لهذه الظروف فالمغرب دائما يؤكد مبادرة تلو الأخرى من أجل التفاعل الإيجابي مع الأمم المتحدة ومن أجل حل المشاكل الإنسانية على المستوى الدولي، ولا سيما أن المسألة تتعلق بسوريين، وفي هذه السنة سجلت هناك 10 ملايين لاجئ أضيفوا إلى اللاجئين الدوليين ومن بينهم خصوصا الدول العربية العراق وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا. إذن المغرب يتحمل جزء من هذه المسألة دون أن يكون هناك ما يفرض عليه هذا الاحتضان، وهي مبادرة جديدة تنضاف إلى المغرب، في العكس أن الطرف الآخر الجزائر الذين هم اليوم جعلوا هذه الأسر 13 أنها في وضعية غير إنسانية، سواء من حيث حصر تنقلاتهم أو من حيث حصرهم. شكرا. في مكان معين. المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.